هذه بداية دخولنا لكهوف الباتو، كهوف ضخمة في وسط الجبل. سبحان الله سبحان الله، بدل من أن يعبد الله عز وجل على هذا الخلق العظيم يعبد حجر. سبحان الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هلكنا، مشينا 272 خطوة صعود الأعلى. طبعا أماكن تعبت فيها هذه غير الله عز وجل. هذا الكهف من داخل، شوف شلون كبير في وسط الجبل، طبعا محاط بالجبل في كل مكان. ما عاد قاعد تحت شوي، عندي لكم صورة. وين الشباب؟ طبعا هذول قاعد يسوون طقوسهم هندوس. طبعا كل انسان في الدنيا يعتز بثقافته بدينه، عارف شو؟ هذه حياتهم طريقتهم، لا شك ان هذا شرك وهذا يؤدي الى النار. نسأل الله يهدي هذه الأمة يصلح شبابها. هذا كهف شلون؟ هذا مدخل كهف النيل. ها شوف الكهف، شوف شلون، يعني لو يطيح شيء من فوق ضخم 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 جدا. السلام عليكم.